جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات رمزت الى اسمها بالحروف الف عين عين، تقول كانت عندي ابنه مصابه بمرض الصدع، ولا تتكلم ولا تعقل اي شيء، وبلغت من العمر 18 سنه، ثم توفاها رب العالمين، وصبرت واحتسبت ذلك عند الله تعالى، وكنت انا التي ارعاها في حياتها، واقوم بغسيلها ولباسها ومعتلها ومشربها وجميع ما تحتاج اليه منذ من الرعايه. وجميع ما تحتاج إليه من الرعاية، وأحبها حبا يفوق محبتي لإخوانها العقلاء، وهي بالطبع أكبرهم سنا وأحبهم إلى قلبي. وسؤالي، هل لي ثواب في رعاية هذه الفتاة؟ وهل هي إن شاء الله من أهل الجنة؟ وهل يجوز أن أختم القرآن الكريم واجعل ثوابه لها أو أضحي لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه البنت المذكورة غير مكلفة بفقدانها العقل، بفقدانها العقل فهي غير مكلفة. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهي غير مكلفة. وما قامت به والدتها السائلة من رعايتها والإحسان إليها والإشفاق عليها إلى أن توفاها الله، هذا عمل طيب تؤجر عليه، تؤجر عليه عظيم الأجر، لأنه إحسان إلى من يحتاج إلى الإحسان، ولا سيما إذا كان هذا المحتاج من الأقارب، لا سيما إذا كان هذا المحتاج من الأولاد، فإن القيام بواجبه فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فنرجو لك الأجر في هذا. وأما أن تضحي عنها أو أن تعملي لها أعمالا من الصدقات والبر فإنها لا تحتاج إلى ذلك، لأنها غير مكلفة، فهي كالطفل الصغير الذي مات وهو صغير، ليس عليها تكليف.